طيب أنت بعدين لما بتنزل هذه الآيات وبعدين هذه الآيات تنسخ بآيات القتل والحرب والآخره، فهي النسخ بتقول هو نسخ الأديان، ما هو نسخش أديان. فإن كنت في شك مما أنزلناه فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فإذا بدل ما تجادل بالتي هي أحسن بلشنا نرمي كلمات. حبيبي نوفل يعني ما كانش بأيام المسيح ولا الكتب اللي هو بأيام مين كان؟ لو فكرت شوية حتى ما بتكتب. على فكرة أنا ما قبلتش أقول أذكر الأسماء لأنه مش عاوز أغزيك إنه حتى مسلمين آخرين يبهدلوك على أساس عم بتقدم معلومات غلط.